بسم الاب والابن والروح القدس الاحد امين، له كل المجد وكرم الابد امين. هنئكم يا احبائي بعيد القيامه المجيد، وهو عيد الاعياد واعظم اعياد المسيحيه اللي فيها قام الرب يسوع المسيح المجد منتصرا على الموت، انتصر على الموت بالقيامه. وزي كتاب بيعلمنا ده في رساله كورنثوس الاولى اصحاح 15 21 و20، في ادم الاول يموت الجميع وفي المسيح سيحيا الجميع، كما الموت بانسان هكذا القيامه بالمسيح يسود القيامه لجميع البشر. فالقيامه هي نصره على الموت، القيامه نصره على الموت، والقيامه اعطت الحياه معنى، لان بدون قيامه الانسان ياكل ويشرب لغدا نموت، مش هينفع كده، يبقى كل الناس هتمشي غلط. ولكن القيامه معناها ان كل انسان فينا هيقوم ويقف قدام ربنا ويدفع حساب وكالته، واما هيسمع نعم الابد عبد الصالح والامين، كنت امين في القليل يقيمك على الكثير ادخل فرح سيدك، واما هيذهب اذهبه عني يا ملعين يا فاعل الاسم. ومن هنا فالقيامه اعطت الحياه معنى، والقيامه اعطت التلاميذ قوه. يعني نلاحظ مثلا ان خلاص بقى عارف ان حتى مهما زي الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلوا الجسد وبعد ذلك لا يفعلوا اكتر، ونلاحظ حتى مع كل المسيحيين ابتداء من التلاميذ ان احنا بولس الرسول قبل القيامه ينكر قدام جاريه، ولكن بعد القيامه يقف قدام كان الرؤساء الكهنة الشعب اليهود ويقولهم لابد ان احنا نبشر باسم المسيح، وان كان حقا وعدلا ان احنا نسمع لكم وليس الله فاحكموا انتم، احنا لازم نشهد باللي احنا شفناه واللي احنا سمعناه، ويشهدهم بقيامة المسيح. ولما تهانهم وانضربهم وجلدهم قال لك كانوا فرحين، حسبوا انهم مستأهلين ان يتألموا من أجل الاسم القدوس، كانوا فرحانين لما انضربوا وانجلدوا أنهم تهانوا من أجل اسم المسيح. وده اللي احنا بنشوفه في كل المسيحيين، عشان احنا عارفين وراء هذه الحياة فيه قيامة وفيه حياة مع الله، فاحنا ما بنخافش من الموت، ما بنخافش من أي حاجة خالص، لأن أقصى شيء هيعمل الإنسان معنى إيه؟ لا تخافوا من الذي يقتل الجسد وبعد ذلك ليس ما يفعلوا شيئا أكثر. احنا أهم حاجة في قيامتنا نبقى مع المسيح في الفردوس، عشان خاطر كده القيامة أعطت الحياة معنى، القيامة فيها نصرة على الموت، القيامة أعطت التلاميذ قوة. بس نلاحظ حاجة، أن السيد المسيح المجد فيه 8 في الكتاب المقدس ذكرهم قاموا، بس لكل اللي قام قوموا آخر ومات تاني، زي ما حصل في الكتاب المقدس كده نشوف أن إيليا النبي أقام ابن أرملة صرفت صيدا، وإليشع النبي أقام ابن الشنامية، والميت عطول عظام إليشع وقام، والرب يسوع أقام 3 من الموت اللي هو ابن تيروس وابن أرملة نايين والعازر، وتلاميذ المسيح اللي هو بولس الرسول أقام الشاب أفتيخوس، وبطرس أقام طبيصة. 8 ذكرهم كتاب مقدس أو من الموت، بس كل اللي قام مات تاني. إنما السيد المسيح المجد هو الوحيد المثال للقيامة، قام ويبقى إلى الأبد، هو انتصر على الموت ويبقى إلى الأبد. إنما اللي قاموا قبل كده الموت انتصر تاني وماتوا كلهم تاني، إنما المسيح لا، هو قام ويبقى إلى الأبد. عشان كده الكتاب بيقول في آدم الأول يموت الجميع وفي المسيح سيحيا الجميع، هو من خلال نصرة المسيح على الموت لنصرنا إحنا كمان على الموت، ويبقى الحياة ليها معنى إن إحنا هنقف قدام ربنا في ساعة الحساب ونسمع وندفع حساب وكالتنا. ويا رب كل نسمع كده نعما أي العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك كثير أدخل فرح سيدك. والقيامة فرحة لأنك أنت بتنتصر على الموت، وبتعرف أن بتتعب وفيه فيه فيه أجر، فيه أجر وفيه حياة أبدية مستنياك، فبتخافش من حياتك على الأرض، فبتخافش بأي حاجة تحصل لك على الأرض، عشان خاطر القيامة هي فرحة، فرحة انتصرنا على الموت، انتصرنا على الخطية، انتصرنا على إبليس، الفردوس يتفتح، نرجع مرة أخرى للفردوس، بقت حياتنا على الأرض. احنا كلنا حياتنا على الأرض زي البخار، والأبدية هتبقى إلى الأبد، وإحنا فرحنا كله في الأبدية، بنتألم وإحنا مش حاسين بأي شيء لأن منتظرين للأبدية هنبقى مع المسيح في الفردوس. فالقيامة هي نصرة على الموت، من خلال المسيح انتصرنا كلنا على الموت، والقيامة فرحة. وكل سنة طيبين، وعيد القيامة هو عيد الأعياد وفرحة للكل. يا رب تجعل كل شعب المسيح فرحان، وكل يدخل معاك الفردوس، والكل يسعى في طريق الخلاص،
كل سنة طيبين، والفرحة تعم على الكل يا رب. كل سنة طيبين وشكرا لكم.